صباح الخير، صباح النشاط. النهارده هنعمل حاجه مهمه جدا وهي لكبار السن، هم اعز الناس عندنا. هنعمل لهم شويه تمارين عشان تفيدهم، عشان تنشط من الدوره الدمويه بجسمهم، عشان يتخلصوا من الارق وقله النوم اللي هو بيجي لهم في المرحله دي. فطبيعي جدا ان احنا هنعمل شويه مجهود بسيط وفي المره نحافظ على جسمهم ونحافظ على لياقتهم البدنيه ونظبط لهم الدوره الدمويه في جسمهم. هنبتدي الاول ان هم لازم يسخنوا كويس في البيت او في الجيم او في اي مكان، لازم يسخن كويس. ده طبيعي جدا، اي حد كبير او صغير لازم يسخن كويس في قبل التمرين. طب هسخن ازاي؟ ان انا لازم الاول اسند واسخن ماشي في المكان، ده مهم جدا. اقعد بقى 5 دقايق ماشي بنفس الحركه، مش لازم امشي كتير ومش لازم اتحرك كده، لا ده انا ساند وبمشي عشان يبقى عندي توازن. كتير جدا من كبار السن يبقى عندهمش حته ان هو يقدر يمشي لوحده، لا انا اسند وامشي. طب خلصت اول مرحله، خش مرحله اصعب شويه عشان ازود التمرينات الهوائيه اللي بتخش جسمهم، وده مهم جدا ان انا استخدم فيها الاكسجين. رجل واحده والرجل الثانيه الركبه مش مفروده، الاثنين سنه صغيره كده، انا بشغل العضلات دي وبشغل العضلات دي هوائيا، لازم ازود الاكسجين في جسمي كده. انا لسه برضو بسخن وبزود درجه حراره جسمي وفي نفس الوقت بستفيد من الاكسجين اللي بيخش جسمي. استخدم الرجل الثانيه برضو، هعمل زي ما عملت عدد 20 عده في رجلي دي، هعمل 20 عده في رجلي دي. اللي بعدها وانا ساند طلع رجلي لبره، برضو رجلي الثانيه. لو انا في مرحله متاخره جدا وما بعرفش اقوم خالص وبقعد، طيب احنا ممكن نعمل حاجه بسيطه خالص، ان انا اسند على ايدي على ركبتي، كعب رجلي تحت ركبتي بالظبط مش ورا، هطلع سنه لقدام وارفع جسمي من على الكرسي كاني هقوم واثبت 20 ثانيه 30 ثانيه واقعد تاني. على قد ما هو شكل التمرين سهل، لكن ده صعب جدا بالنسبه للمرحله دي، لان يعني بيقوي عضلات الرجلين كلها. فبالنسبه لكبار السن هيبقى حاجه كويسه جدا ان هو يستفيد منه. طب الموضوع بقى سهل ومفيش طقطقه في الركبه ومفيش الام في جسمه، لا يقدر يقوم يقف بس ما يفردش رجليه على الاخر، لا قبل الاخر بسنه صغيره، ويقعد تاني. يعمل بس يقوم يقف ويقعد دي، واهم حاجه ركبته هنا، يعني ما يحطش رجليه كده ويقوم يقف كده هتدمر الركبه، لا رجليه لقدام هقوم اقف ما افردش رجليه على الاخر واقعد تاني. يعملها 20 مره يوم يقف يوم يقعد كده، هستخدم اكسجين، قلبي هيتحرك اكتر، عضلاتي هتستفيد. طب المرحله الاصعب منها ان انا اقوم اقف وما اقعدش، المس بس الكرسي واطلع تاني، تاتش واطلع، تاتش واطلع كده، انا قويت عضلات رجلي. عايز اقوي العضله الداخليه معايا، هفتح رجلي سنه واعمل نفس التمرين، تاتش واطلع، تاتش. ده اللي احنا بنسميه سكوات، بس السكوات ده لكبار السن عشان مأمنوا ان في كرسي وراه، فده كويس جدا. خش المرحله بقى ان احنا خلاص بقينا ادفانس بقى، كبار السن دول بقى وصلوا للمرحله الاكبر وعايزين ننشطوا اكتر، اللي هو يا اما هسند لو في حاجه اسند عليها واطلع برجلي الشمال وانزل برجلي الشمال برضه، هطلع برجلي اليمين وانزل برجلي اليمين. ممكن اعمل 15 عده برجلي اليمين اطلع وانزل، الرجل اللي اطلع بيها هي اللي انزل بيها. خلصت 15 يمين اعمل 15 شمال. طيب بقت سهله خلاص، هطلع وانزل، دي بقت سهله خلاص مفيش مشكله. عايز اسرع بقى، لازم يبقى في حد معايا، لو مفيش حد يبقى في امان ماسك فيه عشان امن نفسي، عشان العضلات تتعود وتاخد الاكشن صح ويوصل اشارات من المخ صح للرجلين يتحرك كويس. عايز اصعب التمرين، هشغل بقى جسمي من فوق مع جسمي من تحت، همسك كوره صغيره وانزل، لو مفيش كوره ازازه ميه، اي حاجه فيها وزن امسكها في ايدي بالوضعيه دي كده، انا شغلت عضلاتي دي. عايز ابعدها شويه، عايز اصعب شويه، ده على التوافق العضلي العصبي، شغلت كميه عضلات عاليه جدا، بذلت مجهود اكبر، فكده هعرف انام كويس. عايز اصعب، لما اجي اطلع فوق برجلي الشمال هطلع عكس رجلي وانزل تاني، اكشن
تبان سهله، بس لازم اخد المراحل الاولانيه الاول، تاني جسم التانيه، هطلع باليمين واروح ناحيه اليمين. ممكن انزل واجمع حركه تانيه واطلع، انزل اطلع بالتانيه. طول ما انا بعمل اكشن او حركات مختلفه مع كميه عضلات كبيره بتتحرك، كل ما ببذل مجهود اعلى، وكده بزود الحرق الطبيعي بتاعي، وكده ببذل مجهود اعلى فبحرق من جسمي، والدوره الدمويه بتنشط احسن، فبالنسبه لي كده هستفيد اكتر. مع الحلقه اللي جايه ان شاء الله معلومات مفيده اكتر لجميع الناس.